نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، فاقتله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سأحمل روحي على راحتي وألقى بها في مهاب الردى، فلسطين صمرا، إن للفوز موعدا، وإلا تفوز اليوم فانتظري غدا. يا إخواني في الله، إن القدس مقدس مباركة وإسلامية ومسكن الأنبياء والمرسلين وأول قبلة المسلمين. إن قضية فلسطين قضية إيمانية وإسلامية قبل أن تكون قضية عربية أو فلسطينية أو وطنية محلية. فاليوم يكشف قادة العدي اليهود عن مخططاتهم الدينية النهائية لدولتهم في تهويد القدس والمسجد الأقصى ضمن مشروع يهود الدولة. إن حقد اليهود وعداءهم للإسلام وأهله قائم منذ ظهور الإسلام ومستمر إلى أن تقوم الساعة، ولكن من سنن الله عز وجل أنه كتب لتكون الغلبة لأهل الحق، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: لا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في ظل التحديات التي تواجه القدس تقع مسؤولية كبيرة على عاتق الأمة الإسلامية لمنع فظائع المستمرة التي يتعرض لها أهل القدس، خاصة الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه الأرض المقدسة. يجب على الأمة الإسلامية تعزيز الوعي حول الظلم الذي يتعرض له أهل القدس، والعمل على وقف الانتهاكات والاهتداءات اليومية. يا إخواني في الله، فلا شك أن واجب المسلمين هو تحرير الأقصى الأسير وإعادته إلى المسلمين لإعلاء كلمة الله فيها. يا إخواني في الله، ندعو إلى التضامن والوحدة لمنع أي أعمال عنف وانتهاكات في القدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. وقال: المؤمنون كجسد الواحد. وقال: المؤمنون كرجل واحد. هذه الأحاديث التي تذكرنا بالتكاتف وتقديم الدعم لإخواننا في مواجهة أي ظلم. يا إخواني في الله، والآن يتحمل كل مسلم من التبعة والمسؤولية بحسب قدرته وموقعه، وكل من الشعوب والعلماء يتحمل ما يستطيع من الوسائل والسبل التي تؤدي إلى امتثال هذه الأرض هذا الواجب العظيم، على أصعدة والوسائل. يا إخواني في الله، إذا كان أطفال اليهود يقول بعضهم لبعض إلى اللقاء في القدس، فلا بد لكل مسلم أن يقول: إلى اللقاء قريبا، قريبا في المسجد الأقصى إن شاء الله تعالى، معرفا من حس اليهود إن شاء الله تعالى. وأخيرا أقول: القدس تنادي، هل من ناصر لي؟ القدس لن يؤذن فيها أذان الصباح، أخبروا عمرا، أخبروا صلاحا، أخبروا عمرا، أخبروا صلاحا.